أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في مادة الأسبوع الثامن من كتاب اللغة والأدب. قبل أن نبدأ لابد من التعرف إلى أبرز الأهداف المرجو تحقيقها اليوم. إذن أهداف اليوم: التعريف بمحتويات الأسبوع الثامن مع التركيز على المفاهيم الرئيسة وعبارة البحث والسياق العالمي. للتذكير أعزائي الطلاب، المفهوم الرئيس في هذه الوحدة وهي وحدة قيثارة الفؤاد، حيث سنتحدث عن فن الشعر هو المنظور، أما المفهوم ذو الصلة هو التعبير عن الذات، تحديداً النوع الأدبي. النوع الأدبي الذي سنقوم بدراسته أعزائي الطلاب هو فن الشعر، وسنتعرف كيف قام بعض الشعراء بالتعبير عن ذاتهم من خلال هذا النوع، وكيف ستعبر عن ذاتك أيضاً من خلال الاستماع أو قراءة هذه الأشعار والقيام بتحليلها والبحث عن معلومات خاصة بها. أما المفهوم الرئيس وهو المنظور، فكل إنسان ينظر إلى الأشياء بعينه ويقيسها أيضاً كما يراها، فسنتعرف إذا كان منظورك لهذه الأمور التي سنتعرف عليها من خلال الشعراء كالشافعي مثلاً، هل سيكون منظورك مشابهاً لهذا الشاعر أم لا؟ أما السياق العالمي هو التعبير الشخصي والثقافي، فكل شاعر يعبر عن شخصيته وثقافته من خلال أشعاره. وعبارة البحث أن الشعر يرتبط بذاتية الشاعر وفلسفته في الحياة مشكلاً منظورات مختلفة حوله، ولا بد من الإشارة إلى أن عبارة البحث ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمفهوم الرئيسي والمفهوم ذو الصلة والسياق العالمي. إذن الموضوع الأول الذي سنقوم بالحديث عنه هو فن الشعر. من خلال الحديث عن مفهوم الشعر، فهو كلام موزون مقفى يحمل معان ذات عاطفة معينة. ولا بد أيضا من الحديث عن القافية الشعرية، ففي اللغة مؤخرة العنق، وفي الاصطلاح هي آخر البيت، سواء كانت الكلمة الأخيرة منه أو الصوت الساكن الأخير في القصيدة. أما الوزن الشعري فهو الموسيقى الداخلية للأبيات الشعرية المعتمد على البحور الشعرية. وعلم العروض هو العلم الذي يهتم بدراسة الوزن والقافية والإيقاع الصوتي في القصيدة. كما سنتطرق إلى الحديث عن أشكال الشعر، فهو نوعان، منهم الشعر العمودي، فهو الشعر الذي يعتمد على الوزن والقافية، وهو الشكل التقليدي للقصيدة العربية والذي يتكون من شطرين، صدر البيت وعجزه، أعني الشطر الأول والشطر الثاني من نفس البيت. وقد كان الشعر العربي في الجاهلية ديوان العربي وعلمهم الذي لم يكن لهم علم أصح منه، وقد تنافس العرب على نظم الشعر في كافة الميادين، وهو مقياس للرقي والتنافس، فقد يرفع بيت شأن قوم وقد يقلل من مكانتهم، وهذا ما نقول فيه غرض الشعر، فقد يكون غرض الشعر المدح أو الذم. كما سنتناول موضوع آخر وهو خصائص الشعر وأشكاله، فسنتحدث عن خصائص الفن الشعري، وهو تركيز المعاني في كلام موجز، الخيال الخصب، استخدام الصور الأدبية والتشبيهات الفنية، الموسيقى والإيقاع الصوتي وظهور العاطفة بشكل واضح. وهناك أغراض شعرية مختلفة، منها الشعر الوطني الذي يتحدث عن الوطن، المدح، الوصف، الهجاء أو الذم، الرثاء، وشعر الغزل والحكم. ثم ننتقل أعزائي الطلاب إلى الموضوع الثالث، وهو قصيدة من قصائد الشافعي بعنوان من حكم الشافعي. وعند تناول القصيدة لابد من تقسيمها إلى مراحل، فالمرحلة الأولى سنبدأ بقراءتها وتأملها، حيث ستقرأ النص قراءة متأملة تتنبه فيها إلى المعاني الجديدة والصور الفنية والموسيقى الشعرية واللغة التي استخدمها الشاعر. ثم سنتحدث عن الشاعر ومناسبة القصيدة، ثم عن الأفكار الرئيسة في القصيدة،
ثم الوقوف على اللغة والصور الفنية والموسيقى الشعرية، وستتحدث عن رأيك في القصيدة. تستطيع الرجوع إلى المنصة التعليمية للاستفادة من أكبر قدر ممكن مما سيوضع لك من مصادر لفهم هذه الموضوعات بشكل أكبر. أشكر استماعكم وأراكم في دروس قادمة. دمتم بخير.